هذا قالت السفارة الأمريكية. قالت السفارة الأمريكية في بيروت في بيان لها عبر حسابها على منصة إكس تويتر سابقا إن إطلاق نار من أسلحة خفيفة جرى صباحا بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية. وأضاف البيان أن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والفريق الأمني بالسفارة سيطروا على الوضع وأن جميع العاملين في السفارة بخير. كما أشار البيان إلى أن التحقيقات جارية بالتعاون مع السلطات اللبنانية لمعرفة ملابسات الحادث.